بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اللقاء اليوم كان فرصة كبيرة جدا للقاء والتواصل مع شريحة مهمة من سكينة مدينة تيفلت للحديث عن مستقبل الديمقراطية بالمغرب. وحينما نتحدث عن مستقبل الديمقراطية في المغرب نتحدث في نقص على مستقبل جيل الشباب الذي تخالجه كثير من الطموحات وكثير من الانتظارات، ويجب علينا نحن المسؤولين الحزبيين والسياسيين أن نهيئ الظروف الملائمة لهؤلاء الشباب، خاصة لولوج عالم سياسي وهم كلهم طموح نحو تحسين ظروف عيشهم وبالتالي تحسين ظروف المغرب. حينما تناولنا موضوع التطور الديمقراطي بالمغرب وقفنا من دون شك على التطورات الحقيقية التي عرفها المسار الديمقراطي بالمغرب، وسجلنا بكل اعتزاز التطورات التي حصلت منذ انتخابات 1960 إلى آخر انتخابات 2016، كذلك ظاهر الحرية العامة، التعددية الحزبية، قانون تنظيم الأحزاب، الدستور 2011 الذي نسجل بأنه حقيقة مكسب كبير للشعب المغربي، ولكن في الوقت نفسه سجلنا بكل أسف كل المحطات التي كانت عقبة في وجه المغاربة لرفع وتيرة التطور وللانتقال إلى محطات كبيرة جدا وأساسية، وهي كيف نمكن الشعب المغربي من تحديد اختياراته بكل حرية واستقلالية، وأن يتحمل مسؤولية الحزب الذي استطاع أن يحقق الأغلبية من تحقيق برامجه، وبالتالي أن يحاسبه الشعب على ما حقق من مكتسبات. كل هذه الأمور مع كامل الأسف وفي كثير من المحطات عرفت عدة نكسات اللي هي اللي خلتنا اليوم أمام بلقنا للمشهد السياسي، أمام خطاب ربما يردده الجميع من دون أن يشعر أي أحد من أن الخطاب وراءه فعل، والفعل هو الذي يحاسب عليه الحزب الأول أو الثاني أو الأخير. إذن اليوم نحن يخرجنا كثير من الأمل في الاستمرار بهذه الوتيرة ورفعها لتحقيق المكاسب الحقيقية. اليوم نحن مدعوين إلى إعادة الثقة للشباب وإلى المرأة وإلى جميع مكونات المجتمع المغربي ليثق في الأحزاب السياسية وفي الفعل السياسي، لأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية. كذلك نحن محتاجين في الفترة الراهنة إلى فتح النقاش حول القانون الانتخابي، خاصة ونحن لا نبتعد على أكثر من سنة ونصف في أكثر الحدود للانتخابات المقبلة. إذن اليوم يجب أن نتحدث عن اللوائح الانتخابية، اليوم يجب أن نتحدث عن نظام الاقتراع، اليوم يجب أن نحدد لماذا نختار يوم الجمعة كيوم اقتراع وهو ليس يوم عطلة. يجب أن نفتح كل هذه الأوراش لنستطيع أن نتوافق على نظام اقتراع وعلى نظام انتخابي يجمع عليه غالبية الفاعلين في المجتمع أو في المشهد السياسي. كذلك نحن محتاجين اليوم إلى تطوير قانون الأحزاب، لأننا إذا أردنا أحزاب قوية وأحزاب ذات القرار المستقل وأحزاب تؤطر المجتمع المغربي، إذا يجب أن نراجع القانون الانتخابي، القانون الأحزاب ل 2006، لأنه في كثير من المعيقات للفعل السياسي. جلالة الملك نادى قبل سنتين بضرورة دعم أكثر الأحزاب السياسية في جانب التكوين ليؤطر ويكون الفاعل الحزبي هو اللي عنده الكفاءات. مع كامل الأسف الحكومة الحالية لا زالت قابعة على هذا التوجه الملكي في إطار رفع دعم الدولة للأحزاب. الدولة لتقوم بواجبها يجب أن تكون لها إمكانيات مادية. اليوم دعم الدولة للأحزاب دعم ضعيف جدا، لا يمكن أن يستوفي حتى لوازم يعني البسيطة للفاعل السياسي، وهذه ربما سياسة من جهة أخرى ليأخذ موقعه في العمل السياسي صاحب الشكاير اللي باش هو اللي غيولي كيقود العمل السياسي. إذن أملنا كبير في تحقيق هذه الانتظارات، أملنا كبير في أن يكون الفاعل الحزبي هو الفاعل الرئيسي
في العمل السياسي، وأملنا الكبير أن يسترجع الشباب ثقتهم في العمل السياسي وفي العمل الحزبي.